السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قابلت الشيخ مصطفى بارك الله فيك. ما فيك، بارك الله، تفضل. حفظك الله من كل سوء. وإياك والمسلمين. سؤالان لو سمحت. سل. السؤال الأول، ورثة لهم منزل نصفه على الناصية ماسك شارعين يعني، والنص الثاني يعني مدفون شوية. طيب. فالكل يتسارعوا على اللي هياخد اللي على الناصيه، كله عايز ياخد على اللي على الناصيه ده، هل يبقى فيه فرق سعر ولا لماذا نفعل؟ لا، ما اعملوا مزاد، اعملوا مزاد. يعني نقول يعني مثلا الذي على الناصيه ب 10,000 واللي في الداخل ب 2,000 مثلا. نعم، اعملوا مزاد. يعني ده سعر وده سعر. لا شك. يعني اللي عايز اللي يدفع ده يدفع لده. طبعا. اه نعم، احسن من توجع. نعم، شكرا.